فرسالتنا للحكومة أنه مطالبنا واضحة، صارنا شهرين ظاهرنا واعتصمنا وقفنا ونددنا، لكن للأسف كل الأحداث اللي جاي يصير بالعراق من قتل واغتيال ومهاترات سياسية وصراعات إقليمية هي نتيجة مماطلة وتسويف من قبل الحكومة. اللي جاي يصير الأحزاب جاي تحاول تماطل من أجل شنو؟ تحقيق مكاسبها. قانون الانتخابات اللي ردناه كان يقتضي انه الانتخاب فردي، وهذا ان شاء الله تحقق بفضل اخواننا المتظاهرين. والمساله الثانيه اللي هي انه يكون دوائر متعدده، وليس فقط ليس وفقا للعفو الاقضيه والنواحي مثل ما قال او الاقضيه، وانما وفقا لنسبة السكانية مثل ما يعبرون عنها، أنه لكل 100,000 نسمة يكون هناك دائرة انتخابية. هذا من أجل تفويت الفرصة علينا من على الأجندة الخارجية وعلى الأحزاب المتسلطة علينا. هذا أهم مطلب. المطلب الثاني أنه تكون هنالك مفوضية مستقلة، مو يجرون انتخابات أو قرعة مستقلة جايبين لأفراد اثنين واثنين من أبناء أخواننا السنة واثنين من الشيعة ويسوون مقاصد بيناتهم. لا، يكون هناك تكون حيادية في اختيار ممثلين المفوضية العليا المستقلة. هذا من جانب. الجانب الآخر، إجراء انتخابات مبكرة. رسالة للشعب العراقي، يا أخواننا المتظاهرين، يا أبناء شعبنا الكريم، أكو محاولات جاهدة لأجندة خارجية. الأجندة اللي أقصد بها، خلي يسمعون اللي يتهمون المتظاهرين بالجوكرية وبالمندسين والمخربين، هناك أجندة خارجية مثل أمريكا وإسرائيل يحاولون أن يستغلون يحققون أهدافهم من خلال المتظاهرين. لكن الشعب الواعي من أمثال هذا المتجمهرين حاليا في ساعات الاعتصامات يحاولون جاهدين في إفشال مخططاتهم. وهناك أجندة أخرى اللي تصف المتظاهرين اللي هي بالجوكرية، هم تبعية إيرانية أو لدول جوار معينة، تحاول من أصباط وعزي والأحزاب مثل ما تفضل حجي، الأحزاب والمتسلطين على رقابنا يحاولون بشتى الوسائل يوصلون فكرة للشعب بأنه هؤلاء هم جوكرية. ما جاي يستوعبون أنه أكو شريحة اللي هم ذولا كلهم الواقفين إن شاء الله، ناس وطنية خرجوا من أجل وطن. يا أخوان، ترى إحنا لا جوكرية ولا مندسين ولا مخربين ولا ذيول. استوعبوا فكرة واحدة، أنه أكو مواطن عراقي يريد بلد، يريد عراق خالي من المحتل، يريد عراق خالي من التدخلات الخارجية الداخلية والخارجية، يريدون عراق مستقل، عراق بلا محاصصة، عراق بلا مفسدين، عراق يحكمون الشرفاء. هنا
أسبابنا هي سبب يعني مطلب هو كل العراقيين وليس هو مطلبنا. بصراحة أنا طلعت جبت بناتي وأيضا بنات أختي، يعني الهدف هو هدف واحد، كنا إحنا كعراقيين مطلبنا أنه تحقيق المطالب. شبابنا تعبوا برد حر، قاعدين نايمين بالأرصفة على الشوارع بالساحات، يعني هذا يؤلمنا إحنا كأمهات وكأخوات وكنساء. إحنا ما نقدر يعني يحز بنفسنا أنه بقى بالبيت وإحنا شبابنا نايمين بالبرد نايمين على الأرصفة. بصراحة أنا حتى واحدة من الناس، يعني أنا ما عندي لا ابني بالساحة ولا أخويا ولا كل شيء، بس يعني أشوفهم كلهم أخواني وأولادي وكلهم أقاربنا، يعني حزب نفسي من أباوع الأخبار وأشوف وأتابع، وأنا من دائما أمر هنا على الساحة وأجي وشارك، يعني يؤلمني جدا، يعني حتى الدمعة بعيني من أشوف هذول الشباب اللي عايفين كل مسؤولياتكم كل شغلهم كل أشياءهم، حتى يطالبون بأبسط حقوقهم، أبسط حقوقهم، وهي هاي مطالب يعني مشروعة، مو يعني من علينا من علينا الحكومة إنه راح تعطينا إياهم هالشكل نسوي راح نسوي كذا وكذا وخدمات، هذا واجبهم واجبهم يسوي. يعني ما يعني أصعب شيء إنه إنسان يطالب بواجبات على الحكومة، يعني المي الكهرباء الخدمات التعيين كل الجانب الصحي الجانب الخدمي الجانب التعليمي، كلها هاي واجبات واجبات. من وصلت المرحلة إنه طلعوا الشباب وطلعوا الناس يطالبون، إذا هذا إثبات يعني كامل إنه فشل، أكو هناك فشل حكومي ذريع يعني مو طبيعي، يعني إنسان يطالب بأبسط حقوقه بأبسط حقوقه في بلد مليء بالخيرات. يعني منين ما تلتفت بلدنا خير، من ناحية المقدسات، من ناحية السياحة، من ناحية الأنهار، من ناحية الزراعة الصناعة التجارة، إحنا بلد عبارة عن كل خير. وين الخير اللي شايفيه؟ الناس عايشة بفقر، فقر مو طبيعي، يعني ناس متسولين والله، يعني ناس من الشوف شباب حلوة طالع بشارع يبيع كلينيس يشتغل لشغلة مو حلوة، شغلة متليق، يعني مخلص كلية شهادة ماخذ وهو يشتغل، أما يعني شغلات يعني حرامات، لعد المن تعب وجاهد واشتغل وتعبوا أهله وصرفوا على مود يشوفوه بمستوى فتشي حلو، يعني يريدوا يعني وظيفة أو كذا شغلات، يروح يشتغل لشغلات يعني متليق بيه، بلد خير، بلد ثقافة، بلد علم، بلد تطور. دول الكفاءات الشباب والله لو بس يسلموهم الشغلات المهمة، جانب الصحة، جانب التربوي، جانب إبداع. أنا هسه كمديرة مدرسة أنا تربوية وباسمي وباسم كل التربويين الموجودين الموجودين بالعراق، كنا دنعاني إحنا فئة من فئات المجتمع، يعني طالب لحد الآن يقعد بدون رحلة مدارس لحد الآن طينية، وين وصلنا إحنا؟ يعني جماعة يذكرون بالستينات وبالسبعينات كأنما عجلة التقدم عندنا ترجع لي ورا، بالعكس إحنا دا نرجع، يعني بالسبعينات كنا بالقمة، هسه إحنا بالألفينات إحنا راجعين لي ورا، يعني لا من صبورات لا من رحلات لا بنى تحتية لا إضافة إلى الكوادر التعبانة، يعني كلش ناس تعبانة، المعلم الجوانب التربوية ماكو، يعني فتشي مهم يعني ما إلى قيمة، حتى الطلاب ليش يعني قاموا يسوون إضراب يحجون ويعني وينتقدون الطلاب إضراب وعارفين مدارسهم خاصة الكليات أو المعاهد أو طلبة الإعداديات، كل شيء ماكو شيء. الطالب ما يعوف مدرسته إذا ما مشدود إلها، إذا ما يلقي مدرسة زينة من ناحية البنية من ناحية التدريس من ناحية الالتزام، ما متوفر كل شيء، يجي يلقى صف مخربط، مدرسة تعبانة، لا حديقة لا ملاعب كرة لا يعني جوانب تعليمية زينة، يعني التطور العلم وين وصل العلم؟ السبورات الذكية والصفوف المتطورة، وإحنا بعدنا يا دوب على صبورة بسيطة أو على رحلة بسيطة، فمن حقه من يريد يطلع يريد يطالب بحقه، يعني إحنا مو ضد الدوام، بالعكس هو إحنا بالعلم إحنا نبني وطننا، لكن وفروا كل شيء يرجعون الطلاب المقاعدهم الدراسية وبالعكس يبدعون. أنتوا شوفوا الساحات مليانة كلها طلاب، كلها والله عباقرة، من تحكي وياهم إنسان مثقف راقي، يعني أثقف مع احتراماتي للماخذين هواي، أكو شهاي يعني شبابنا اللي طالع اللي يعتبروهم يقولون يعني عايف مدرسته أو كذا، لا هو ما عايف مدرسته، هو دي طالب بحقه. Thank you.
هو كله مكمل مكمل. يوم 10/11 طلعت المتظاهرين وطلعنا احنا وشبابنا، مطالبنا بينا، مو مطالبنا اسقاط الحكومه. الحكومه ما استجابت، فاليوم اسقاط الحكومه، والحكومه هي مو حكومه شرعيه، اليوم حكومه احزاب. فاحنا شو نريد؟ نوصل هاي الرساله لكافه الدول وكافه الشعوب، انه اي دوله من خارج العراق والمجاورة للعراق وبعيدة عن العراق لا تتعامل مع هذه الحكومة. هاي واحدة. اثنين، كل دولة مجارة وتحترم الجوار تحترم العراق وسيادة العراق، وسيادة العراق هو الشعب، مو سيادة العراق اللي هي هاي الحكومة هسه الموجودة حاليا بأحضان إيران وأمريكا. فاللي نرجوه من الدول العربية والدول المجاورة والدول الغربية تحترم العراق، شعب العراق. واليوم احنا شو نقول؟ نقول الله موصب سابع جار، فالجار اللي ما يحترم جاره، فهذا نقول اكو مثل عربه عندنا كوم احجار ولا هجار. فاللي احنا طالعين اليوم مكمله لكل الثورات. البعض من الجهات المغرضة يعتبر هاي المظاهرات اليوم مسيسة الجهة معينة، هذا متوهم نهائيا، لأن هاي المظاهرات شعبية وطنية ترفض جميع التدخلات الخارجية بما فيها إيران وأمريكا. البعض يقول لك هاي مسيسة اليوم الجهة معينة، هذا خطأ. وين التسييس بالموضوع؟ شخصيات طالعة طلاب، ناس مثقفة محترمة ولا أهل الوطن، يقول لك أنا أريد شخصية غير جدلية. صار لهم 78 يوم يحوسون على الكتلة الأكبر. الكتلة الأكبر، الكتلة الأكبر شنو هي؟ يومية مثلا؟ الكتلة الأكبر الشعب. غير الشعب ما يعطي شرعية لأي شخصية تجي للحكم. فإحنا نفضل، يعني الأفضل لهم يختارون شخصية تنفذ مطالب الشعب. المظاهرات فرق بين 11/10 و10/1. بالبداية احنا ردنا وطن، حاليا احنا الوطن رادة. احنا عانينا هواي ظروف صارت ويانا وطينا شهداء، وما راح نسكت، لان دم الشهداء هذا ما راح يروح هدر وعبث. واحنا منا شغل بامريكا او ايران، منا شغل، احنا شعب العراق نريد العراق. هاي حرب احزاب بينات، منا شغل بي، احنا طالعين على مود الوطن ونريد الوطن، فما لنا شغل بعد باي شخص، لا إيران لا أمريكا لا أي شخص يتدخل بالعراق. العراق العراقيين فقط، ما يحق لأي شخص يتدخل بالعراق. العراق احنا لنا العراقيين، وإن شاء الله السنة الخير إن شاء الله على العراق، موفقية بهاي سنة 2020، علم الأمن والأمان إن شاء الله. لوغي انا على ابو ايران امريكا.
اليوم 10 واحد هو امتداد اليوم 11 واحنا ثورتنا مستمره. ولماذا عدنا؟ لان هم يراهنون على الوقت واحنا هم كذلك نراهن على المطاوله وعلى الوقت. وهاي ثورتنا ثوره شباب، يعني صح انا كبير في السن بس انا طالع او جاي الظاهر تضامنا مع اولاد أو مع الشباب العراقي. الشباب عنده روح المثابره وعنده روح المطاوله، ايش قد ما يطاولون احنا نطاول اكثر من عندهم بالوقت، وايش قد ما يراهن احنا نراهن اكثر. اما دماء الشباب العراقي البطل احمد وصفاء وثائر الطيب وغيرهم ذول الابطال اللي ضحوا بدمهم من اجل الوطن ومن اجل العراق، دماء هؤلاء الشباب الابطال شراع عالي يسير بالعراقيين وبالشباب العراق وبالثوار الى مرفأ الحريه. انا احكي بس كلمه واحده، حكومه تقتل شعبها وحكومه تقتل الشباب الطيب احمد عبد الصمد وصفاء المصور شباب مساكين ما يحملون بس الكلمه، حكومه قتله، حكومه ارهابيه بالقانون وبالسياسه، روح اسوي لاي واحد يفهم بالسياسه، حكومه تقتل شعبها هي حكومه ارهابيه، حكومه قتله، هؤلاء مرتزقه شحاتين اتوا الى العراق متعطشين للمال. فالعراق عباره عن كنز، يعني شحات ويلقى كنز قدامه مستحيل يعوفه فيقتل الشعب العراقي، بس ان شاء الله احنا اقوى من عندهم وان شاء الله نقضى عليهم. وهاي بدماء هاي الشباب مستحيل، هذا الدم هذا يعني عبى طريق الحريه للعراق والعراقيين ومستحيل ينتصرون علينا. روح المطاوله والمثابره عند العراقيين، وان شاء الله هؤلاء يقدمون للمحاكمه. اللي قتل الشباب العراقي يقدم للمحاكمه، رشيد فليح وغير رشيد فليح، واللي نهب المال العام هم يقدم للمحاكمه. الاول بالقصاص، يعني رشيد فليح هسه حولك جيش كامل من القوات الامنيه، بعد يومين راح تكون يعني وحيدا فريدا، يعني انت مو اقوى من صدام، صدام خلوه بالقفص، انت مصيرك القفص وتحاكم على قتل الشباب العراقي في البصره. اما هؤلاء الشحاتين اللي نهبوا المال العام المالكي وامثال المالكي وغيره، خلينا نحدد بقى احنا ما نخاف بس من الله. ايه المالكي بالذات اللي نهب العراق هو المالكي، واللي زرع المدراء العامون والفاسدين اللي زرع هو زرعهم المالكي. المالكي ما تروح، ولحد الان احنا لعنه المالكي قاعده تلاحقنا، حتى اللي قتل احمد هم ايتام المالكي. المالكي نحاكمك انت وايتامك ونعيد اموال الشعب العراقي هذا المسكين المظلوم من عندك ومن عند السراق اللي سلطتهم علينا، وبننهض بالعراق ودماء هؤلاء الشباب مستحيل يروح هباء منثورا. الثوره مستمره وننتصر عليكم وان شاء الله ننتقم من عندكم. أريد أوجه رسالة إلى النواب النائمين، أريد أوجه رسالة إلى السياسيين الذين يدعون حبهم للعراق. إحنا اليوم خلنا نسألكم كمواطنين وكمعتصمين، اثبتونا حبكم للعراق وللعراقيين، اثبتونا إرادتكم الحقيقية بأنكم أنتم تخافون على دماء هاي الشباب، اثبتونا بالفعل بأن أنتم عندكم حرص على العراق. وهذا الحكي ما أستثني كل واحد بيكم، كل سياسي بين قوسين وكل نائب بالبرلمان، انا ادعوك كمواطن عراقي ومن ساحه الاعتصامات، اثبت لي، واتمنى هاي الرساله تكون توصل، اثبت لي حبك للعراق، اثبت لي ارادتك انه انت تحترم دماء العراق والشعب العراقي. راح تقول لي شلون؟ اقول لك كالاتي، اطلع بكل جرأه وقول انا السياسي فلان ابن فلان عن الحزب الفلاني،
أعلن وأمام الشعب استقالتي من حزبي ومن منصبي. إذا كنت فعلا عراقي وتخاف على دماء هذا الوطن وشباب هذا الوطن، اتكلم بهذه الصيغة واعلن هذه الشجاعة. بس احنا نتأكدين ونعرفكم بأن انتم مو شجعان، وهذا تحدي، وأني أقبل من كل مسؤول بيكم هذا التحدي. إذا كنت سياسي عراقي، نائب، مسؤول، برلماني، وزير، نائب وزير، وكيل، مدير عام بهذه الحكومة، اطلع قدم استقالتك للشعب، وإكراما وحفظا لدماء الشهداء وحبا للعراق. غير هذا الكلام، غير هذا الكلام لا تحكي. أما يجيني واحد يصفط بالفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، أنا أحب العراق وأحب العراق وأحب الشعب، هذا الحكي مليناه، هذا الحكي تعبنا من عنده. احنا نريد فعل، نريد إرادة حقيقية. ولو مرة واحدة خليكم شجعان مرة واحدة، وأثبتوا حبكم للعراق وولاكم للعراق وحبكم بهذا الشعب. ترى دماء الشهداء غالية. دعوة الأمهات، دعوة المرأة لا رفعت يديها للسماء، ترى رب العالمين يستجاب إلها. دعوة الطفل اليتيم، إذا مدعيده رب العالمين ترى كبيرة عد الله. ولا تتصورون أنه رب العالمين يعوفكم هيك، لا. إحنا بالنسبة لكم راح نقلكم خالد جماحك، وأنا أحكي عن نفسي، أنا ما أريد شيء منكم. أخذتم، بكتم، سرقتم، بالعافية عليكم، بس عوفونا لهنا وكافي. البكتوه بكتوه، بس مال انه تبقى تضحك علي وتريد تعيشني بعد 13 16 عام جديده، اقول لك لا. يوم واحد بعد ما اقبل منك انه اسمعك، لان كلامكم واضح للشعب. خيركم اصبح كذاب، خيركم ايش اصبح؟ كذاب. خيركم ايش اصبح؟ كذاب. سياسيكم، نوابكم، احزابكم، مدراكم، وكلاكم، جميعكم اثبتتم للشعب العراقي بانكم كاذبون بكل معنى. ولا اليوم الشعب العراقي راح يصدق بيكم، ولا اليوم نريد واحد من عندكم يمثل الشعب العراقي. فنقول لكم، انتم لا تمثلونا، بل نريد انسان وطني عراقي يمثل العراق ويمثل الشعب ويخلص الشعب من هذه الدماء. قتلتم، سرقتوا، نهبتوا، سويتوا، سويتوا كل هذا، واحنا قلنا يا ريت باكر يتغير. العامل يجي من بعد عام، سنة من بعد سنة، جلسة بعد جلسة، انتخابات بعد انتخابات، بس كل هذا ماكو فايدة. كذب، نهب، سرق، قتل، طائفية، تهجير، تجويع، كل هذا. وجايين اليوم ما عدكم ولاء لبلدكم. عم نخاف بعد نحاكينا ويا بنغلاديش، خاف تروح باكر عقبة دولة بنغلاديش تقصفنا، نخاف باكر عقبة نطرد لنا واحد بنغلاديش صومالي هندي، خاف باكر عقبة نشوف لنا دولة الصومال تروح تقصفنا. ولكم ما عندنا سيادة، بلد ما عنده سيادة اش تترجى بعد من عنده؟ بلد ما عنده قيادة، بلد ندعي الدين والعقيدة والإيمان، واحنا لا دين ولا عقيدة ولا إيمان، لا ولا ولا وطن ولا حب ولا شعب. شو تريد؟ شو سولف لك؟ عمي انزل للساحة وتعال سولف وياك، تعال هنا صير عراقي برا الوحدة، انزع ثوبك، انزع قاطك، وانزل كمواطن عراقي وقول عمي اني كفريت، سلبيت، نهبيت، سرقيت، قتلت، بس اطلب منكم السماح. حتى الله يسامح، مو البشر. الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ ما يرحم قوما حتى يرحموا فيما في انفسهم. الله ما يرحمنا اذا احنا ما نتراحم. اي عمي نتراحم، بس لما انت تكون متهم وقاتل ومجرم وتريد تبقى بالسلطه بعد اليوم تقتل وتهجر وتجوع هاي الناس، شو تريد؟ شو احكي وياك؟ شو اسولف وياك؟ طلعنا مظاهرات 2012 2015 2018 2019 واحنا هسه 2020. عمي قضينا عمر بس مظاهرات. لا الصومال، لا الهند، لا البندوس، لا الصين، ماكو دولة مثل العراق بيها تكفير، ماكو دولة مثل العراق شافت جوع وقهر وتهجير، ماكو دولة مثل العراق انت الدماء. فنقلكم ياها باللغة الدارجة، يزي يزي يزي، عوفونا، خاطر الله، محمد، خاطر علي، خاطر السماء، الخاطر الوطن، الخاطر كل مقدسات انت تؤمنون بيها.
نحب نوجه رسالة للأحزاب، للأحزاب واللي يحبون يدافعون للأحزاب لهذا الوقت. بعد انكشف كل شيء أمامنا من قتيل وذبيح وسليب وإلغاء التعبير لكل المواطنين، أريد نجي تاريخكم أنتوا بالبداية من صعدتوا الأحزاب، صعدتوا بأسماء مراجع وأطروحات عندكم وشعارات براقة، قلنا جانا الخير بالفين وثلاثة وبهاتنا قالت وسمعنا وقلنا العراق راح ينبني. بس أريد أقول لكم أنه شغلة من هذا العذاب وتحملتوا، صعدتوا على مود كرسي، صعدتوا على مود أموال، صعدتوا على مود تدمرون هذا الشعب، صعدتوا على مود طفل تكتلوه شاير راية أبا عبد الله. يعني من صعدتوا أنتوا؟ هذا جهادكم كله تحت شعار الحقيقي مالتكم السلبيين، احنا حكام العراق ولا غير واحد يصعد عنا. ليش تشي هذا الشيء؟ انتوا لو صعدتوا حاربتوا داعش اللي خاف يحارب داعش ويحارب امريكا، هسه تخافون تبينون لهذا الشعب تقولوا له من جاي يقتل بالمحافظات؟ هسه نوجهكم انتوا الشيعيه، تخافون تبينون لهذا الشعب تقولوا له من جاي يقتل ولدنا؟ من جاي يحاربهم؟ من جاي يقتال بيهم؟ من جاي يلغي التعبير عنهم وعن حريتهم وديمقراطيتهم؟ وين انتوا صعدتوا بيه؟ شنو بينتوا انتوا للشعب؟ بنيرتكم رصيف بلدتوا، مستشفى، تعليم، بنى تحتيه، كل شيء ما سويتوا. هذا الواقع احنا جاي نشوفه. واحب اقول لكم انتم متوجهون هاي جوكريه ومندسين بالبدايه، وشوي شوي كل يومين طلعونا في السالفه. البساحه طالب، البساحه نقابات، البساحة مهندس، البساحة دكتور، البساحة كاسب، كلهم يفتهمون ووعى، وهذا الوعي ما حد يقدر يسكته. فلا تظل تسوي مندس وتسوي جوكر، الأنبياء أول ما طلعوا الله نزلهم على الحق لنصرة الحق والمظلومين، بلوهم قال لهم أنتوا كاذبين، أنتوا ساحرين، إحنا ما تستطلعنا للحق. والحمد لله الجايين قتلوا وكان يحارب بالحشد الشعبي، واللي انقتل كان هو أول واحد مدافع، واللي انقتل كان هو قبل سابق بالمظاهرات اللي طلعت ب 2015 و 2016 و 2017. وآخر شيء نقول لكم، الدين اللي علمناه اللي خليتوا هاي الشباب تهتز من دينها اللي صعدتوا انتوا باسم الدين، خليتوها تهتز. اكو بعض الشباب قام حتى ما يعترف بالدين، من وراكم انتوا؟ هاي أمس شفتوا انتوا المليونية والناس اللي طلعت، هاي كلها تكذبة، ملايين الناس طلعت وصلنا 90 يوم وطلع الحق ماكو. لو طالعين احنا على باطل كان ثاني يوم ثالث يوم نقول يلا عمي خلينا نطبق خيمنا ونطلع. بس كل خيمه هنا بساحه الاعتصامات، كل ساحات الاعتصام هي نور من منار. نعم سوف ياتي يوم تقف الاجيال ابانا واجدادنا يقولوا ها هنا وقفوا ابانا واجدادنا، وضعوا خارطه الطريق للاجيال ووضعوا الحق ووضعوا بنيان العراق. هذا بلد راح يتم بنيانه بايدي وبايد الشباب اخوتي، وظالين 90 يوم 100 يوم 200 يوم احنا ظالين، ما نخاف من عندكم. هو احنا من طالعين ندري بنا راح نموت، على ساعه يقع صاروخ مننا، على ساعه تجمون علينا منا بالاسلحه، فاحنا ما خايفين. هاي اصدونا وبايتين واكرم الشجاعه واقوى شجاعه هنا نومتنا بالبرد، بهذا البرد مطين صدورنا العرات خوش، احنا الثوار ونرسمها للاجيال. وكل البلدان العالم هسه من تطلع ثوره راح تخلي ثوره العراق بالبدايه، لانه ماكو انتوا شفتوكم بلد بيجي كلها تتعاطف. انا هسه عم عندي خيمه هنا، اذا جعت تجي تفقدني هذا ابو الخيمه، يجي تفقدنا ابو الخيمه فلان، عندكم تردون شيء محتاجين شيء؟ هاي هنا بنيان العراق، هنا الصمود، هنا التاخي، مو مثلكم انتوا صعدتوا بشعارات كذابه. حسين انتوا خفتوا من داعش وصحون امريكان وسياده، من وسط ركابكم قمتوا صحتوا سياده خلينا نتم بالبرلمان، ما صعدتوا قبل وسويتوا الشعب الراده، ما لميتوهم كلهم هذول الاكراد والسنه والشيعه طالعين باسمائهم، بس كذب كلكم كذب. ما طلعتوا كنتوا خلينا نحقق للشعب شو يريد، البنى التحتيه نبنيها، المدرسه، نوفر الحقوق اليوم. لا بس من وسط ركابكم امريكا قاموا يسووا طيارات مسيرة تضربكم واحد واحد، ريد لقطكم كنتوا خفتوا سويتوا وحدة وطنية وسيادة، بس كنتوا كلكم على كذب. وديننا علمنا كل ما الظالم يزيد بالجور والفساد يجي حده عن قريب، الحداد لكم عن قريب، وان شاء الله انتم راح تموتون ونشاهد قتلكم بعيوننا. اذا مو ها وانتم متقتلون واحد واثنين وثلاثة ما يفيد، تدرون ليش؟ لان هذا فكر طلاب طلعت فكر يعني تقتل هذا
تقتل اخويا تقتل عمي، هذا فكر ما يموت. الفكر عمي يموت، انت شباب الفكر ما يموت مثل الكتاب. الحسين سلام الله عليه طلع الفكر، لما فكر احنا كنا نصح السياح حسين، صح لا لا؟ والحسين مو بس الشيعة، كل العالم. هو مات انتصر دمه على السيف، ولحد هسه هو عالي وشامخ. ليش؟ لان الفكر مات تمامات، وفكرنا ما يموت. مثل ما امس قتلت هذا الصحفي اللي واحد حكاله كم حكايه قال الطرف الثالث بين. ليش يعني؟ ما هو الله كشفكم بعد، انتوا الاحزاب كلكم ولاءكم، انتوا مو صح، احنا ولاءنا لايران وفلان وش اسمه. وين انتوا هذا تحكون بشعارات البراخه؟ وين الدين؟ وين الدين انتوا تحكون به؟ اي وين جاي تحارب امريكا تقول لي واسرائيل؟ ادري الله حط عليه سيف وقال لي عمي الا تروح تحارب اسرائيل. هذيش يا اسرائيل عمي طير، انت مو تقول عندي، انت مو تقول عندي صواريخ ودافع الدوله تتبعها، مو تقول عندي صواريخ توصل المدى. روح عمي حاربه، عمي احنا نريد نعيش. لا كل شيء ما شفنا، لكن بعدنا احنا قعدنا يسولفونا عن صدام وشلون ظلموا. هسه احنا ما راح نحكي لجيانا ولولدنا من قلهم تعذبنا، لك نريد نخلص كافي لك. مو والله بكينا ودمعنا بس من موقف بطوله، مو مثلكم احنا نريد نبيع وطننا. يعني ما يصير قرار موحد للعراقي الا نتبع فلان دوله؟ ماكو شيء القران ما قاله. أكثر من 100 عام ظهر هذاك الجيل اللي قرينا عنه وعن بطولاته وانتصاراته، ومن أكثر من 100 يوم اجى الجيل اللي كنتوا بانتظاره. هذا الجيل اللي بدأ الشرارة الأولى للمطالبة بحقوقه وإعلان كلمته. أما اليوم يوم 10/1 هو يوم تاريخي بحق، لأن هذا اليوم أثبت للجميع بقوة وعزيمة هؤلاء الشباب اللي اجوا على مود يعلنوا بكلمتهم ويطالبون بحقوقهم. فأنا العراقي، أنا ابن العراق وأنا الوطني، أنا ابن بلاد الرافدين، أنا ابن بلاد الحضارات، أنا ابن بلاد الأنبياء والأوصياء، أنا ابن بلاد العراق، أنا العراقي. 10/1 يوم إعادة ربيع الاعتصامات إلى الساحات، يوم أحييناه بالوفاء والسلمية، وفاء لدماء الشهداء شهداء القضية. اليوم 10/1 احنا عندنا كمبدأ اخذنا انه 1/10 احنا ردنا وطن. 10/1 الوطن رادنا لمطالب الحقوقنا، اللي ابسط شيء نريدها اللي هو الامن والامان، تحقيق كل ما نريده. ليش اليوم احنا مسلوب حقنا؟ ليش من دون الدول احنا متبهذلة احوالنا؟ ليش احنا رايدين وطن ما طالبنا بغير شيء؟ نريد نعيش احرار، نريد يعني قدر ما يمكن تحققونه. ان احنا شباب حقوقنا بسيطه، انه كون من نطلع نطلع مرتاحين متونسين. ليش انه من تطلع من خارج البيت انت ما مرتاح؟ هذه ابسط الاشياء ما موجوده. احنا و10/1 اللي طلعناها صرخه وطن، نريد الوطن. يعني بهذا الوقت محتاجين شيء نتنفسه اللي هي السعاده، وابسط شيء وهي ما موجوده. الامان ما موجود. ليش؟ السلب موجود، النهب موجود، المتظاهرين احنا طلعت شو ابسط الاشياء اللي الرد، وخاصه من الحكومه والعصابات الموجوده. يوم اللي طلعت بالنسبه انتهكت السياده من ضربه امريكا، ضربه امريكا السياده بالعراق، ما حد طلع وحكى. ايران رجعت، اذا هي هاي مو سياده، ليش من طلعنا احنا يحاربونا؟ ليش؟ وبالاخص بقيه الناس الموجوده اللي قالوا عليه ناشط مدني اخذوه وقتلوه، بس يريد وطن قتلوه.
شنو سببنا احنا؟ احنا ناس ابرياء طلعنا نريد نحقق ونريد ننهي الفساد الموجود، نريد ننهي الظلم، كافي بعد، ملينا. في بداية الأمر أعزي العراقيين أعزي العراقيين جميعا باستشهاد الصحفيين في محافظة البصرة، لأنهم لا يمثلون قناة بل يمثلون العراقيين جميعا، يمثلون العراقيين جميعا. من ناحية أخرى أوجه كلامي للأحزاب، لا قتل لا ترهيب يخيفنا ولا يجعلنا أن نتردد عن الطريق التي نسير من أجله. طريقنا التي نسير فيه هو تغيير ومحاسبة الفاسدين وإزالتكم جميعا. كلنا سارون على القتل والشهادة، لا نخاف من الموت ولا نخاف من القتل، افعلوا ما تفعلونه ونحن باقون شئتم أم أبيتم. قضية ثانية أقول للرئيس الوزراء السياسيين جميعا أعضاء البرلمان، أنتم ما تمثلونه، يعني هاي المرحلة وصلتوا بالفساد، ما صعدتوا بصوت الشعب، بصوت الشعب ما صعدتوا بالفساد، بالتغيير، باللعب، بالضحك على عقول الشعب وبالتزوير. أما رئيس الوزراء أقول له، أحب أوصل له كلمة، 500 شهيد واستدعوك البرلمان، أنت ما حضرت، أحضرت فقط بقتل سليماني، جيت تركض ركض، هذا أكبر دليل أنت تمثل إيران. ومو بس انت، جميع الحكومه تمثل ايران. صار لكم عمر كامل 16 سنه، شنو اللي قدمتوا لنا؟ بسببكم خليتوا الناس تترحم وصدام لعنة الله عليه، واحنا لعنا الف لعنه، مو لكون بس كان مجرم ويا الشعب، لين صار سبب بمجيئكم لنا وحكمكم لنا الظالم. لا تعليم، لا ثقافه، لا ترميم، لا بناء، صار العراق آخر الدول في مقدمة، سابقا في مقدمة الدول، حاليا في آخر الدول من حيث التعليم، من حيث الصحة، من جميع النواحي. شنو قدمتوا إن حتى تردون ننتخبكم نأيدكم؟ ماكو أي شيء قدمتونا يخدم المواطن ويفيد المواطن، فقط سرقة. أنتم صرتم مهراء أصحاب خبرة بسرقة المال العام. طبعا احنا خرجنا منذ اكثر من 100 يوم على تظاهرات 11، وكان هدفنا الحقيقي هو تغيير الجذر الشامل. هذه الاحزاب الفاسده حكمت العراق ونهبت ثرواته، ردنا نحقق اشياء للمواطن العراقي البسيط. يعني المواطن العراقي اليوم يشعر بالفقر، بالجوع، بعدم توفير الخدمات. ردنا نغير المحاصصه، هاي المحاصصه اللي جلبتها الاحزاب، زين ما 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 حدث اي شيء. المشكله الان الاحزاب قابلت هاي المطالب المشروعه للمواطنين بالقتل، قتلت المواطنين اكثر من 600 شهيد و25 الف جريح، ابرياء ايضا قتلت الاعلاميين، استهدفت الاعلاميين، الكلمه الحره. احنا نريد تغيير، نريد نعيش بامان، نريد نعيش نوفر خدمات للناس. هاي الاحزاب ما تهمها المواطن، تهمها السرقه والنهب وتصدير ثروات العراق الى دول الخارج، هذا اللي احنا ردناه. لكن للاسف هذه الاحزاب سوفت مطالب الشعب ولا تستجيب لاي مطلب من مطالب الشعب. لذلك احنا اليوم
بعد مرور 100 يوم على هذه الانتفاضة مستمرين، حتى لو بقينا سنة أو بقينا سنتين لازم هاي الأحزاب وهاي الفساد تثمن العراق حتى المواطن العراقي يعيش بكرامة، لأن احنا الآن بلد منتهك، لا سيادة لا كرامة لا عزة، كل شيء ما موجود بالعراق للأسف الشديد، واحنا باقين وثابتين إن شاء الله. احنا الحمد لله والشكر تعممنا الخبر على مود 10/1، مطالبنا لم تتوفر كاملا، يعني احنا نريد رئيس وزراء مستقل خالي من الاحزاب، وكل شعب العراق يريد رئيس الوزراء مستقل، اهم شيء مستقل، لا من حزب فلاني او ينتمي فلان حزب او يستقيل بثنا التصويت له ويستقيل من حزبه، هذا الشعب كله رافض عنه، احنا نريد حزب، نريد رئيس وزراء مستقل، وان شاء الله وان شاء الله تتم مطالب الشعب العراقي، وثبتنا احنا تعميم 10/1 مطالبنا لم تتحقق، طالبنا رئيس وزراء مستقل مستقل مستقل، وكل الساحات الشعب العراقي كله يريد رئيس وزراء مستقل خالي من كل الاحزاب، ما ينتمي لاي جهه سياسيه او حزبيه سابقا. يوم 10/1 هو كان تجديد البيعة والولاء للعراق، خالي من الفاسدين خالي من المفسدين، هو ايضا رد على الابواق التي بوقت على انه المتظاهرين انقسموا الى جوكريه بالصحه التعليم، وهو تسميه لا تليق بالمتظاهرين الذين خرجوا الى ساحات الاعتصام مطالبين بحقوقهم المشروعه وواجبات الساسه، الان هم الحاكمين لهذا البلد الحر الابي، ومن المحال ان الهجمه الاعلاميه اللي تلقاها المتظاهرين انه يقدرون بهذه الطريقه انه يمحون حضاره عمرها الاف السنين، هذه ما راح تصير ولا راح تصير، انه العراق هو بلد الحضارات، حضاره امتدت لاكثر من 1000 سنه، ما من الممكن بهجمه اعلاميه تجتاح مواقع التواصل الاعلامي انه بيوم بليله وضحاها انه ينددون ان المتظاهرين هم عملاء لامريكا او سواء لايران. اليوم الكل يرى أن ساحات الاعتصام ساحات التظاهر لا تحتوي فقط على الشرفاء، على المواطنين الذين يطالبون ببلد آمن، ببلد خالي من الفساد، ببلد حر نزيه، يحاولون الارتقاء ببلدهم. اليوم نرى التبلور الأفكار لدى الشباب ولدى الأغلبية الحاضرة اليوم في هذه الساحات المطالبة أنه بلد نعبر به إلى بر الأمان، إلى بر الاقتصاد، إلى بر التطور، محاكاة للدول المتطورة. اليوم العراق ليس خالي من الأفكار من المفكرين، اليوم العراق يحتوي على عظماء المفكرين العالم، هم بمقدور ما موجود من العراقيين أن يقود العالم بأجمعه، لكن من وصل إلى دكة الحكم هم أشخاص فاسدين لا يمتلكون من الفكر ذرة حتى يديرون بما مقدور مركبة وليس إدارة بلد عظيم كالعراق. اليوم الكل يشاهد اللحمة تجددت من جديد، المؤاخاة اليوم المظاهرات هي فقط ليست فقط مطالبة بإسقاط كذا حكم أو تحويل كذا قانون انتخابي، لا، اليوم تبلور الفكر الحقيقي للمجتمع العراقي، المجتمع الناضج، المجتمع المثقف. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد هي استمرار 10/1 و 11 أيضا، يعني مظاهرات متصلة، لكن هناك خليط من هذا ومن هنا وهناك، هناك بعض الجهات التي تدفع بالمظاهرات الغير السلمية، بالمظاهرات اللي تخرج عن سلميتها، ولهذا نحن ك
ككبار سن مثلا، يعني احنا اللي اعمارنا فوق الخمسين دائما نوصي شبابنا، احنا نقولهم لكم داعمون ساندون، احنا نريد المظاهرات ما تخرج عن سلميتها، نريدكم ابطال بالساحه ومطالبكم ان شاء الله تنفذ جميعا، وهي بالتسلسل وبالتدريج. ويعني يمكن صارت اطول مظاهرات بالتاريخ، يمكن هاي صار لها طبينا بالشهر الثالث ما شاء الله. ولهذا ضبط ايقاع المظاهرات من قبل العقلاء ومن قبل المتنورين من قبل الاساتذه، وهي ايضا دعوه للجميع بانه يساندون هؤلاء الشباب وايضا يضبطون ايقاع المظاهرات. اذا كان هناك ضبط حقيقه نحن انا اعتقد بانه نستطيع ان يعني ناخذ يعني استحقاقاتنا بالمطالب التي طرحت، وايضا عدم حرفها واستغلالها من بعض الجهات اللي تسمى اليوم بالجوكر. تعرف اليوم الجوكر طبقوا عليه مثل الحزب البعث والجوكر يعني مثل الامريكان، اليوم هناك اكو دعوه وهناك كثير من التسميات اللي تسمى الجوكر. لانه لما شفنا الوطن محتاج بانه وقفه من كل عراقي غيور وشريف، خرجنا حتى نلبي نداء الوطن. اولا الوطن يحتاج اي عراقي غيور، خصوصا اللي بداخله الوطنيه اللي دفعه بانه ان يكون عراقي فقط خالي من اي انتماء سياسي لاي اقليم لاي دوله ولاي حزب حتى إن كان داخل العراق. التظاهرات مستمرة من 1/10 ولحد الآن، وما خرج يوم أمس الكل شاهد بأنه التظاهرة اللي خرجت يوم أمس خضرت وأينعت بأنه الأمل داخل كل معتصم بأنه الأمل موجود، وهذا العدد موجود في هبة الاستعداد لقمع أي جهة تريد تقمع التظاهرات. من 1/10 ومستمرة وتظل المظاهرات، لأن هاي أحزاب فاسدة، أحزاب أخذت العراق، كتلة الشباب، مجاعة، فساد كثر. هاي الأحزاب هم نجي يستعقدون احنا ننسحب، مستحيل أكو انسحاب. خاف عندهم رأي بأنه يوم من الأيام يطلعون المتظاهرين ويروحون لأهلهم، لا، إذا لهم بيهم حظ اللي كنتوا نص الشعب وثلاث ارباع الشعب ما كنت سحاب. يا اخي والله عيب عليهم، اني اقول عيب عليهم. اني اذا اطب القهوه اتسلم وما حد يرد علي السلام ما اطب القهوه. هذا الشعب ما يريدكم انتم، هذا الشعب ما يريدكم انتم، جوعتوه كتلتوه. يعني شنو انتم؟ شنو الله نزلكم علينا انتقام؟ شنو انتم يعني جاي تسوون؟ انتم احزاب يعني احزاب دينيه، يا اخي انتم احزاب دينيه ما فتوا العراق، ما فتوها. انتم منين اجيتونا؟ انت احنا نقول امريكا، امريكا جابتكم غصبا عن امريكا توخركم. لا احنا نطلب من امريكا توخركم، هي جابتكم هي توخركم. لا تقول غير امريكا ما عليها، لا لا لا، امريكا جابتكم. امريكا وايران خل تتادب عنا، ان شاء الله تعترق ايران. هي حشا الايمه تعترق، وهي تعترق ان شاء الله. ايران ضدنا، ليش؟ لانه احنا اكو ذنب اعتيق ويانا. حرب الثمانينات اكو ذنب، كتلة وشبابنا وكتلناهم، ما ينامون منام صحيح. هم يطلبون ثار ويطلبون اسرانا، كتلوها اسرانا. ذول اللي اجوا من ايران طبوا للعراق يصيحونهم التوابين، هم كتلوا الاسرى العراقيين وموجوده ما بيها مجامله. هاي التوابين الساده الكبار هم كتلوا العراقيين، هم عذبوا العراقيين، هم بصوا العراقيين بالسجون. ايران ما يحبونه. وهذا اكو طلب، احنا نطلب من امريكا، من امم متحده جابتهم سلطتهم علينا توخرهم من عندنا. والسلام عليكم.